السلام عليكم واش لا فامي، مازال ديما متواصلين معكم مع روتيني اليومي من تخدرت لهذا الشيء هذا ديال الفخار. عاوتاني مول الفخار كيما كتشوفوا معانا. مهم كنا كنديروا الخضره كنبيعوها في نار واحد، جبنا الفخار درناه في الحانوت احنا كنشوفوا فيه والحمد لله على كل حال. ومغرير فات كذا هذه لا تشوفوا يا غدا الامور هكا. لازلنا نتواصل معكم، اي حاجه درناها كنشاركوها معكم. المهم غرير فات، ولكن ماشي داك روتيني اليوم اللي كتعرفوا ديال التلالاج وديال الفراران وداك روتيني الفضيح. المهم روتيني اليومي ديال داكشي اللي كندير كنقوم به. المهم غرير فات كما كتشوفوا معانا، كاين اللي كيبغي الغرير فات سامبل وكاين اللي كيبغيو مزوقين باللاتوخ. مهم كما كتشوفوا معنا هذا هو اللاتوخ باش كنزوقو. كاين الشويته هنايا، كاين العمود، كاين اللي كيتسطى على اللاتوخ وكيتهاوش على اللاتوخ. المهم هذا هو روتيني ديال الصحراوي كما كتشوفوا، هذا هو اللاتوخ ماشي القطران. المهم اللاتوخ كيتصاوب من العواد، كاين اللي كيتصاوب من شجره ديال طاقة، وكاين اللي كيتصاوب من العراء. كل شجره واش من نوع كتعطي، كاين اللي كتعطي القطران على حسب الناس المختصين فيه، وكاين اللي كيبغي الزواق بحال هذا الشكل هذا. المهم كاين اللي كيقول لك عمرو مزيان باللاتوخ، عرفتي علاش الشربه كتجي فيه؟ يا سلام ما نعاود لكمش. المهم هكا كنزوقوا ليهم ونعطيو ليهم. وتحياتي لجميع المتتبعين، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى اللقاء.